تقول اسمه لمقل بنج خير ترى جاب لي النفسيه والانفصام. جاب لي النفسيه والانفصام. ليه؟ محافظ على رصيده طول الاسبوع، واذا جاء الخميس جاب العيد وانخصم عليه. شلون؟ ليه 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 نفداك؟ سؤال ثاني؟ قول له ليه نفداك؟ سؤال ثاني؟ احافظ على يقول لك يا سؤال منين بقول لي تريد جو خير لا انا محافظ على رصيدي هي. شلون شلون شلون؟ جيب لها مترجم يا ابو علي. ابو علي قل من خير ترى ترى جاب لي النفسيه والانفصام، محافظ على رصيده طول الاسبوع، واذا جاء الخميس جاب العيد وانفصم عليه وانخصم. ما لا لا انا ما انا ماني بجيب العيد. هو مظلوم. مظلوم يا ابو علي صدقني. شوف صدقني يا ابو علي مظلوم. في ايش؟ انا مظلوم يا بابا. المشكله انا ابي السبب اللي خلاني ادخل البرايم وشو؟ اذا انه موضوع ابو كاتم. طيب لحظة. انا ما قلت شيء. لحظه، هل انت ايه انت عارف ان عندك رصيد خفي خصم خفي؟ الا طيب بس انا ما سويت شيء نفداك. انا ما سويت شيء. يعني تشوف ان ما سويت شيء؟ اذا ما ادري انا كتبت. متاكد؟ لا لا ثلاثة بس انت مظلوم. عشان مظلوم انا كتبت بيتين في ابو كاتم. طيب خصم علي 500. ليه ليه يا اخوي؟ عادي وجهه نظر يا اخي. لا بس وجهه نظري في الموضوع. لا بس هو شبك حاجه وجهه النظر دي. معلش يا ابراهيم وجهه النظر دي وجهه نظر تكون في شعر، يعني انك قلت شعر اوكي، بس في وجهه نظر تكون موجهه. ابو علي تذكر اول مطبخ بيني وبينك هنا؟ صحيح. قلت لي انت تهجو يا محمد تذكر؟ ايه. قلت لك انا ما اهجو. صحيح والله. اذا هجوت احد اذا هجوت احد يعني قسوت عليه. بالضبط والله النتائج واو. هذا انا ما قدرت يا اخوي، وهذا اللي طلع معي. هذا حتى صار يدافع عن ابو كاتم. ما شاء الله عليك تبارك الله. لا يا الله انا لازم سؤال. ابو كاتم سالت سؤال انا. ايه ابراهيم ترى تحركت من هنا. الشيخ بجيك من هنا بوجهك. قل له الله. انا وانت بالمطبخ سوا. قل له الله. لا لا خلاص انت عاهدتني. روق. انت عاهدتك امسك لسانك ابراهيم. عاهدتني وحلفتني. انا عاهدتك بالله بس انت عاهدتك. خلاص لا لا خلاص ابعد عني. خلاص الله. انت لا تقطع طوري دحين. انت هنا وانا هنا ولا بجره هنا؟ لا انا هنا. انت هنا. ها؟ وانا وين؟ ويدي هنا. وانت هنا. وجهك هنا. خلاص طيب يقول لك. سألت السؤال. وجه قال انا قلت هل انت قصدته بالهرج ولا في الشعر عادي عابر؟ يعني بيتين ممكن انك انت قصد البيتين ذي. لا هو صح؟ لا هو ذكر اسمه صح. ذكرت اسمه بس يعني انت قصد البيتين ذي. والمشكله طيب انا ما كنت ادري ان اذا ذكرت اسمه يبي خصم عليه يا جماعه. بس قل له الله. قل له الله. يعني انا بقولك حاجه قل له المهم اني مظلوم وعفاف. ان شغلنا يعني شغلنا كله على الواقع صح ولا لا؟ صحيح. سوالفنا كلها على الواقع. يا سلام يا سلام. البناء وانت قل له الله. شغلنا كله على الواقع وانت قاعدنا البناء كله على الواقع وشغلنا كله على الواقع. يعني علمك شفنا نلعب ما بينا شيء يعني ورا 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 الكاميرات. فانا اقول لك يا بنج خير قل له الله. انت ذكرته انه كبير جسم بدون عقل. فهذه ترى شيء انت في حقك. نعم صحيح. شيء انت في حقك مره. سمعت الابيات بعد؟ سمعت هي. هذا من مقي ما سمعت. انا علمت بس انا ما اعرف اهجو هجائي كلام. ما عندي ما اعرف يا اخي. بس لا تقول مظلوم. ابو علي ها؟ لا تقول مظلوم. مظلوم. ابو علي شوي يا شيخ. ابو علي لا ليش ليش؟ سمعت البيت. ابو علي في شيء. والله صراحه عتبته. ها؟ صراحه. اسمعني ابو علي. عتبت بنت خير؟ لا. ليش؟ ابو علي نفداك. ناس كبير وعقله صغير. ابو علي نفداك. انا ماني مظلوم في موضوع الابيات، انا مظلوم في اني ليش انا كتبت الابيات؟ لا تكتبها. طيب كان السبب كان السبب ما يسوى وكان من الافضل انه يتغاضى الشيء اللي هو سواه معي. يعني انا واقف قال لي نزلك امامك ما ادري ايش. حاضر ابشر. قله الله قله حاجه. حاضر ابشر. ناطر لك في حلق رجال واقف نزلك ابشر. هو جاي كان يبغيكم، انا وش دخلني؟ عرفت المشكله؟ بس حتى ولو انا احب اقول لك حاجه. عموما يا جماعه ودي اقفل الموضوع لان هذا متخصصين فيه. الكلام اليوم موضوع بكات مقفلوه بخير وبشر. اي بخير وشر خلاص. والله يسامح اللي غلط. طيب ساعد اخويك في المطبخ. انا اقول اللي ارسل الكلام ده انا والله اني قد ما اقدر اني احاول امسك نفسي علشان ما ينخصم علي وازعل اللي يتابعني ويشجعني. ورا القصيده انتهت القصيده خلاص. انتهى يا رجال العلم. اثنيت عليه وش الحكي فيه؟ راعي القصيده بيض الله وجهه. بيض الله وجهك يا راعي القصيده. بيض الله وجهك.